وإذا اشترى ولي الأمر لطفله الطير لزمه أن يشتري كل ما يقيم حياة هذا الطير، وهذا لا يعد من الإسراف ما دام أنه قادر على ذلك. الإسراف والتبذير أن يكون هناك مبالغة، أن يكون هناك مبالغة، مثل ما يصنع بعض الناس من العناية بالقطط عناية تفوق عناية أفراد الأسرة، من شراء بعض الشامبوات والصابون وحتى لدرجة الملابس، يعني تلبس القطة الملابس، وما سمعنا بأن القطة تلبس قميص في يوم من الأيام، وشامبوات وصابون وعناية يومية، ويمكن صاحب القطة هذا ما يغتسل في الأسبوع إلا مرة واحدة، وهو يغسلها يوميا. فلذلك المبالغة هذا هو المذموم، هذا هو المذموم. المسألة الأخرى، يجوز التعزية بما يفقده الغلام مما هو متعلق به، مثل طير مثلا أو هرة أو قطة مثلا، يجوز أن يعزى بذلك ويسلى بذلك.